مساء الخير أيها الحضور الكريم. سهرتنا الليلة ستحييها فرقة الحضرة الشفشاونية برئاسة رحوم البقالي. أسست رحوم البقالي الحاصل على الجائزة الأولى في السولفيج والشهادة الشرفية في الموسيقى الأندلسية أول فرقة نسائية للفن الصوفي بالمغرب سنة 2004 تحت اسم أخوات الفن الأصيل، ودأبت على تلقين فن الحضرة الشفشاونية والمديح والسماء لأكبر عدد من النساء والشابات. كانت رحوم البقالي ومجموعتها أول من قدمت للجمهور المغربي والأجنبي فن الحضرة الشفشاونية بشكلها الفني الحالي المنظم، وذلك في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمهرجانات الوطنية والدولية. من الأهداف التي تسعى إليها رحوم البقالي تلقين الفن الصوفي وخاصة الحضرة الشفشاونية لأكبر عدد من النساء، وذلك للحفاظ على هذا الموروث الثقافي والفني المغربي الأصيل الذي تحظى به مدينة شفشاون، علاوة على إظهاره بمستوى فني راق وإشعاعه في جميع الفضاءات سواء داخل المغرب أو خارجه. وستمثل الفرقة فرقة الحضرة الشفشاونية في السنة المقبلة المغرب في معهد العالم العربي بفرنسا في تظاهرة فنية اسمها زمان المغرب. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Ce soir, on a rendez-vous avec l'ensemble Hadra Chefchaounia sous la direction de Rhoum Bakali. L'ensemble musical de Rhoum Bakali, surnommé avant Al-Khawat Al-Fan Al-Asil, a été fondé en mars 2004 par elle-même, femme artiste qui, après avoir obtenu son premier prix de solfège et le prix d'honneur de la musique andalouse, a décidé de préserver cet ancien héritage du soufisme qui est la Hadra Chefchaounia et de perpétuer en créant une école pour enseigner les techniques de cet art afin qu'il puisse avoir un rayonnement sur le plan national et international. Le groupe Hadra Chefchaounia a participé dans plusieurs festivals et rencontres d'ordre culturel et artistique sur le plan national et international. سيداتي سادتي، تحت تصفيقاتكم الحارة نستقبل أعضاء فرقة الحضرة الشفشاونية برئاسة رحوم البقالي. Excellent soirée. Thank you.
ما عيبي
مساء الخير عليكم جميعا. شكرا لمنتدى الدولي الثقافي بأصيلة على هذه الاستضافة. شكرا للحضور الكريم. فالشكر الجزيل لجمهور أصيلة وخارج أصيلة اللي احنا دائما كنعتز باللقاء معكم مجددا. فآلف شكر لكم على المحبة لهذه المجموعة. فكنتمنى دائما نكونوا عند الحسن الظن ديالكم بنا ان شاء الله، وتقضوا معنا هذه الوصلات الممتعة وطرق المسامع ديالكم ان شاء الله. فشكرا للحضور وشكرا للجمهور اللي حضر معنا، وشكرا مجددا لاستاذنا الجليل السي محمد بن عيسى على هذه الاستضافة وعلى هذه التظاهرة الثقافية الناجحة بكل المقاييس. فشكرا جزيلا. سعدي بيك
ارضع لي سلطاني أتى المرسول بالحكام وجاني عوان أتى المرسول بالحكام وجاني عوان يعجبني صوت اللسان واسمع يا إنسان وفرح لي دلالي I'm not afraid.
كل عرشائي
هجلي من ريب الجان
Yeah.
جينيرال صافي صافي دور هيدا Allah, Allah.
الأبرار المصطفى الأسعد وسيلة الأبرار يا رسول الله يا حبيب الله.
الدفاع أيوة أيوة يا شريف يا شريف يا الله صل على النبي يا الله مولانا يا الله مولانا المصيب شهود المصيب.